اول حاجه الاقتصاد الاسرائيلي. الاقتصاد الاسرائيلي مع اول يوم من العمليات بتاعت يعني الفصائل الفلسطينيه في الداخل الاسرائيلي، يعني بدانا نشوف انهيار سريع كبير جدا بشكل كبير للاقتصاد الاسرائيلي. شفنا انهيار للبورصه الاسرائيليه، شفنا انخفاض بشكل كبير جدا للشيكل، لدرجه انه التقديرات الاوليه اللي يعني اتعملت من مراكز كتير جدا، ويعني بعضها يعني منحاز حتى للاسرائيليين، يعني بيقولوا انه مع الضربه الاولى دي الاقتصاد الاسرائيلي خسر ما بين 25 ل 30 مليار دولار. ده يعني تقدير اولي، هنشوف بعد كده التقديرات دي هتكمل ازاي. ده اولا. ثانيا، الاقتصاد الاسرائيلي هيعاني بعد كده بشكل كبير جدا من ارتفاع تكلفه الانتاج، لانه الاقتصاد الاسرائيلي بيعتمد على العماله الفلسطينيه اللي جايه من قطاع غزه واللي جايه من الضفه الغربيه علشان يشغلهم كعماله منخفضه الاجر. العماله دي بتقلل تكلفه المنتج الاسرائيلي وبتدخله الاسواق الاوروبيه والاسواق الاسيويه بارقام زهيده جدا، بارقام منافسه بالنسبه لي الـ 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 يعني الاجور بتاعه المجتمعات المتقدمه.